السلام عليكم، والله يسعد كل اوقاتكم بكل خير. اهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو، واللي غادي نشوفوا ان شاء الله وصفه في جهاز الاير فراي اللي هو القلي الهوائي. كثير بنات يطلبون مني وصفات، بحاول ان شاء الله بين مره ومره انزل لكم وصفه. فوصفتنا اليوم كثير حلوه وسهله وسريعه، والاهم كثير طيبه وصحيه. عندنا خضار مشويه بجهاز الاير فراي. فبالنسبه للخضار يا حلوين، استخدموا اي تشكيله خضار متوفره عندكم. هذه اللي عملتها انا اليوم، فان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها وفرجه ممتعه. طبعا بالنسبه للخضار يا حلوين اللي متوفره عندكم، انا عندي هنا الكرنب الصغير المفروش الصغير اللي هو البراعم بروكس اللي يسموهم، القرع الاخضر اللي هي الكوسه، البروكلي، فلفل ملون اصفر واحمر مع شرايح من البصل، فصين والثوم وشوي من البقدونس. بالنسبه للتنكين مثل ما انتم شايفين هنا، اذا عندكم هذه الخلطات اللي تجي ملح واعشاب وبهارات استخدموها، كثير حلوين. اذا ما عندكم ببساطه استبدلوهم بشوي من الفلفل الاسود، الثوم البودره، الزنجبيل البودره، والبصل البودره مع رشه ملح. بالنسبه للزيت يا حلوين، انا مستخدمه زيت الزيتون المكرر، لانه كثير بنات يقولوا لي امل ما نطبخ بزيت الزيتون. نحن ما نطبخ بزيت الزيتون البكر، اوكي، ولكن المكرر هو اصلا خاص بالطبخ. بالنسبة لعمل الوصفة الموضوع جدا سهل. أول شيء أخذت عناق، لا والله مو عناق، إناء، حول ولا قوة إلا بالله. أخذت إناء عميق حطيت فيه تشكيلة الخضار، ثم بشرت عليها فصين الثوم. بالنسبة للثوم ممكن تبشرهم ناعم، أو ممكن تعملهم شرائح، أو تخليهم صحاح بس لحتى يعطون شوي نكهة الثوم. أنا أحب أبرشهم ناعم لحتى تطلع الريحة بكل الخضار، لأنه أحب الثوم. خلطتها شوي، ثم أضفت عليها ملعقتين زيت الزيتون. طبعا ممكن تزيدون الكمية، ولكن هذه الكمية تعتبر جدا كافية. بالنسبة للتنكية، أنا هنا مثل ما أنتم شايفين استخدمت مزيج من الأعشاب الإيطالية، هي مجموعة أعشاب مجففة مع الإيطاليان سيزن، أصلا بيكون فيها شوي ملح بحر مع بعض المنكهات والأعشاب ورقائق الفلفل الحار. طبعا حطيت الكمية اللي أنا أبغى، طبعا أضفت شوي من الملح. أنا هنا مستخدمة ملح الهيمالايا الوردة، لأنه ايطاليان سيزن اللي عندنا ما فيها ملح كافي، اوكي، فاضفت شوي ملح. ثم اخلط المزيج كتير منيح. مثل ما سبق وذكرت، استخدموا اي نكهة انتو حابين. بعد ما خلطتها، ممكن تعملون هذه التخليطة على فكرة وتخليها مدة الين وقت الطبخ، بس انا راح اطبخها الان. بالنسبة للطبخ، فأنا مثل ما أنتم شايفين مستخدمة جهاز القلي الهوائي. عندي هنا ماركة فيليبس، الجهاز اسمه XL. طبعا راح استخدم هذه المقلات اليوم. فأول شيء حطيتها بالجهاز، ثم أضفت عليها الخضر كلها، خليت الخضر طبقة واحدة، أوكي. بعدين شغلت الجهاز. بالنسبة للحرارة أخليها على درجة 180 مئوية. بالنسبة للمدة، أنا أحب في البداية أعمل لها 7 دقائق وأشوف. إذا احتاجت مني وقت زيادة للطبخ راح أزيدها، أوكي. المهم أنه ما تعملون المدة كلها مرة واحدة، لأنه لما تقلبون الخضر وهي تنطبخ بتطلع معاكم بشكل أفضل. وهذه الخضار بعد مرور 7 دقائق، هنا تعتبر انها ناضجة، خلنا نقول 80%. اذا كنتوا حابين تعملون هذه الخضار في البيتزا، او حابين تعملونها في السلطة، ممكن توقفون طبخ في هذه المرحلة. انا لانه راح اقدمها كطبق جانبي، فلازم اسويها شوي اكثر، فلهذا حركتها كتير منيح مثل ما انتم شايفين، ثم خليتها طبقة واحدة ورجعت طبختها لمدة 5 دقائق. طبعا رح اعمل ال5 دقائق واستنى عليها تخلص ونرجع. وهذه هي الخضار بعد مرور ال5 دقائق. طبعا الان استوت عندي، بس لساتها فيها قرمشة مباشرة وهي سخنة. انا احب احط عليها البقدونس لحتى الخضار تتشرب نكهة البقدونس وايضا يدبل فيها، اوكي. ما احب احطه من البداية لانه بينشف ويقلب لونه على اسود. فهذا هو شكلها من قريب مثل ما انتم شايفين. خلاص خلصنا، كل اللي نحتاجه الان صحن، شريحتين ليمون، ونحط الخضار بالصحن. وعليكم بألف ألف عافية، أسهل وأسرع وأطيب خضار مشوية. خلاص يا حلوين، هذا كل شيء، وهذا هو الشكل النهائي مثل ما انتم شايفين. شكلها بيطلع كتير حلو، والأحلى إنها سهلة وسريعة. كتير بنات يسألوني يقولي لي أمل هل تستغني عن الإير فراي؟ مستحيل، لانه صراحة احسه من الاجهزة اللي مهمة في المطبخ للي يقدر يشتريه او حتى يستثمر فيه للامانة، لانه لما تستخدمون هذه الطريقة بالطبخ بتوفرون بالزيت.
عموما ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وحبيتوها. اذا ما عندكم الاير فراي ببساطه نفس الطريقه، اعملوها بصينيه ودخلوها للفرن وبتعطيكم نتيجه كتير حلوه. الخضار والتنكي الموضوع رجع لذوقكم، فان شاء الله تكون حبيتوا الوصفه. خلاص يا حلوين، هذا كل شيء عن وصفتي لليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وحبيتوها. طلع عندكم بالشاشة الان بعد الوصفات اللي سبق ونزلتها. اذا عجبتكم اضغطوا على الصورة ويفتح الرابط اللي فيه الخطوات بالتفصيل. شكرا متابعتكم، الله يسعدكم يا رب، واشوفكم على الف خير بالفيديو الجاي، ومع السلامة.